أنا حاولت أربط القصيدة مع الأحداث لأنه بتكرر رقم 20، 20 عاما كان يرحل، 20 عاما كان يسأل، 20 عاما كانت أمه تضعه في إناء الموز، أي شيء زي هيك. الذكريات والطفولة كله بتحرك مع الإنسان، يعني وين ما راح. طلعت من غزة وصار مستحيل بالنسبة لي أرجع، وأغلقوا غزة، تم القصف غزة وإغلاقها بشكل كامل. اسمي تيسير البطنيجي، من مواليد غزة فلسطين عام 1966. نحن موجودين الآن بمتحف قطر للفن الحديث بمناسبة معرض الشخصي الأول في قطر، يمكن أن أكبر معرض يقام في بلد عربي. دوام الحال من المحال هو يعني مقولة عربية بتستخدمها الناس في مناسبات مختلفة، مثلا لفقدان شخص ما، أو يعني بكون نعرفه صديق أو جار أو كذا. بتستخدم أيضا في المناسبات أو في الأيام الصعبة، إنه يعني حتى لو الأوقات صعبة الآن إنه راح تتغير. رحلتي كفلسطيني وكفنان يعني هي تتشابه لحد كبير مع كثير من الفلسطينيين، يعني مع بعض التعديلات في كل تجربة يعني، أو بعض الاختلافات. ثلاث مرات حاولت إنه أرجع بهدف الاستقرار بشكل نهائي، ولكن في كل مرة كنت أجد إنه يعني مستحيل بسبب صعوبات بفرضها الواقع. وبالتالي في كل مرة كنت أرجع لفلسطين أو أرجع لأوروبا وكأني ببدأ من الصفر. ويمكن من هون إجت فكرة اللي هو الرحلة مستحيلة، اللي هو نقل الرمل من كومة من الرمل من اليمين لليسار، من اليسار لليمين، حتى الإرهاق التام. وكمان له علاقة بالوقت، يعني هذا العمل له علاقة بالوقت، يعني هو له علاقة بالأساس بموضوع اللي هو التدمير والبناء، اللي هي أحد أهم ركائز العمل الفني، إنه الفنان بيهدم عشان يبني أو بيبني عشان يهدم تاني، وهكذا دواليب. قصة كل فلسطيني هي عبارة عن قصة مصغرة للقصة الكبيرة، أو تاريخ الخاص أو تاريخ الشخصي، وهو متشابك ومرتبط بطريقة أو أخرى بالقصة العامة. ففي معالجتي للموضوع الفلسطيني بحاول إنه أنظر إله من خلال تجربتي كفرد وكإنسان وكفنان، وإنه أحاول أنقل الأشياء بعد إنساني بيتخطى الخطاب السياسي وبتخطى الصورة النمطية اللي بتحاول تعطيها الميديا في من خلال الإعلام والأخبار اللي بنسمعها أو بنشوفها كل يوم. فالأعمال ما بتعطي قراءة مباشرة، تحتاج من الإنسان إنه يقرأ بين السطور. ودوام الحال من المحال وهو عنوان أحد أعمالي، وهو عبارة عن مجموعة من قطع الصابون على باليت محفور عليها هذه الجملة، والناس مدعوة خلال المعرض إنها تلتقط من هذا الصابون وتأخذه. اللي بهمني فكرة الصابون كونها مادة كتير حساسة ومادة بتتفاعل مع الوقت ومع الحرارة ومع بتتشكل وبتتحول وفي النهاية بتختفي مع الاستخدام. فبالتالي الموضوع هان هو فكرة الصابون كمادة، وكيف إنه هذا المعتقد إنه دوام الحال من المحال هو محل تساؤل في هذا العمل. فالعمل ما بيعطي إجابة، يعني هو بتساءل حوالين الموضوع هذا. يعني هو هذا شو بميز أكثر، يعني معظم أعمال إن هي أكثر منها بتعطي إجابات، هي بتطرح أسئلة. حنون هو يعني هو أكثر مساحة للتأمل، مساحة للتأمل والحلم. في 2001 أحد عوداتي لفلسطين بهدف الاستقرار، وصدفت مع بداية الانتفاضة الثانية، فبدأت أنشئ أبني استوديو أو محترف في أحد أجزاء بيت الأهل. و يعني بعد شهور اضطريت للسفر لأوروبا، وصار صعب لي أرجع. وهذه آخر صورة أخذتها للاستوديو ب 2005. ف
في العمل هذا في عنصرين، اللي هو الاستوديو غزة اللي هو موجود أو يعني مادي بس لكن نون اكسسبل، يعني انه ما في وسيله للوصول له، وفي هذه مساحه المعرض اللي انا اخترتها وبنيتها يعني بمساحه اللي هي تشبه الى حد ما مساحه الاستوديو تبعي. وبابدا من عمق الصاله او الغرفه هاي، المساحه هاي، هذا الفضاء، ببرق اقلام الرصاص واتقدم بس بالرجوع للوراء يعني أو ببري، فبالتالي تتغطى الأرض بشكل تلقائي من خلال بريات القلم الرصاص اللي بتوقع بشكل تلقائي على الأرض وبتغطي المساحة بشكل يعني بصورة تلقائية. بس هون بصير صعب بالنسبة إلي الرجوع، كمان المشاهد مضطر أن يتوقف عن هذا الحيز أو هذا الحد، ينظر للاستوديو تبعي وينظر لهذه المساحة اللي هي يعني هذه المساحة هي موجودة بشكل مؤقت كمان افمير، يعني لو بس فترة العرض حتختفي كمان. والاستوديو إذا اليوم تسألين عن الاستوديو، حتى الاستوديو مش موجود. الحنون له رمزية يعني عندنا كفلسطينيين، وهذا في الذاكرة الجمعية الفلسطينية دائما مرتبط بالتضحية، وإنه والتضحية من أجل فلسطين، وإنه الاستشهاد والدم اللي بينزل، وين بينزل دم أو بيسقط أو بيسيل دم من أجل الوطن تنمن زهرة شقائق النعمان. بفضل أنه الجمهور يتأمل العمل، يقف أمامه يتأمل ويترك نفسه طلع في العناصر بريات القلم ويتخيل الجهد اللي بذلته أنا بقص أو بتبرية الأقلام. بعض الأعمال تنفيذها بيأخذ هذا الطابع السيزيفي اللي هي في الميثولوجيا اليونانية، السيزيفي اللي بيرفع الصخرة لآخر الجبل وبينزل فيها، النوع هذا النوع من الابسوردتي يعني التكرار والجهد اللي احيانا مضني جدا بس في النهايه ما في هدف. بسمونا احنا جيل النكبه لانه كان في النكبه. احيانا بنظر للصور القديمه، يعني بالنسبه لي مثلا فتره قبل الاحتلال غزه وهيك والضفه الغربيه قبل 67 او قبل ميلادي، بنظر للصور اللي كانت قبل فبشوفها كأنه عصر ذهبي أو حتى قبل 48، يعني صور كيف الناس أنه كان في فلسطين حياة، وبحس بنوستالجيا لهذا الوقت. الحروب والمعاناة وهيك، أنا بعتبر أنه في تاريخ الشعوب هي فترات عابرة يعني أنه، وهذا يمكن من أحد الأشياء اللي بخليني أتمسك بالأمل، وهذا يمكن اللي بخلينا كمان كفلسطينيين أنه صامدين لليوم لأنه في عنا الأمل، وما بنخلي إنه اللي بصير يدمرنا لأنه هاد بتكون فعلاً المعاناة. فمن خلال بعتقد إنه نكتب، إنه لما بكتب شعر قصيدة، لما بألف مؤلف رواية أو فنان بعمل لوحة أو عمل فني، هو يعني مقاومة لهذا التدمير ولهذا اللي هو المحو للهوية وللوجود الفلسطيني. Thank you.